كما كان متوقعا، ضاعت الدولة وارتبكت في مواجهة أزمة جديدة حلت على لبنان، تمثلت في اختطاف 11 لبنانيا في سوريا. في البدء لم تظهر الدولة على الساحة، وعندما ظهرت ويا ليتها لم تظهر، زادت الطين بلة على قاعدة جبنة الدولة لتونسنا. ما في اي سبب تاني للتاخير الا انه في اسباب روتينيه، اسباب لوجستيه عم تتاخد، وبعتقد خلال عده ساعات، ساعتين ثلاثه ان شاء الله بيكونوا هون، بنرجع بنيجي بنستقبلهم. عندما يعطى اي معلومات مهما كانت المعلومه بسيطه، هذه المعلومه قد تكون بسيطه بالنسبه للذي يتحدث عنها، ولكن بالنسبة للأشخاص المعنيين مباشرة هذه المعلومة مصيرية. نعم، وقد يكون لها تأثير كبير على ردات الفعل. وبالتالي عندما يتم إطلاق الوعود وإعطاء معلومات شبه مؤكدة من دون التأكد من صحتها، هذا نقص في المسؤولية. هي ليست المرة الأولى التي ترتبك فيها الدولة في مواجهة الأزمات. حدث الأمر مرارا وتكرارا في حادثة الطائرة الإثيوبية، في انهيار مبنى الأشرفية، وفي خطف الإستونيين السبعة. حرروا الرهائن، اجوا فتنا شفناهم انا وحضرة اللواء، وبصحتهم منيحة، عم بيتحمموا عم بياكلوا، واليوم بيجي وزير الخارجية استونيا وبياخذهم وراح نرافقهم على المطار، وبيكون كل شيء انتهى، وهيك بتكون النهاية سعيدة. مبروك لكم وللبنانيين. فيفترض اولا عدم الاعلان عن الاسماء عبر وسائل الاعلام قبل ان يعلم ذوو الاشخاص المعنيين بشكل فردي. ثانيا، يفترض متابعه واعطاء الاشخاص المعنيين رقم هاتف او عنوان يمكن ان يتصلوا به لمعرفه اخر المستجدات. وهنا يفترض التدقيق بصحه كل معلومه تعطى لهؤلاء. ثالثا، من المفترض زيارتهم والوقوف إلى جنبهم من قبل أشخاص في الوزارات المعنية، وربما هناك حاجة لمتابعة من قبل أختصاصيين في علم الاجتماع وعلم النفس لتهدئة هؤلاء الأشخاص. هذا ما يحصل في الدول المتطورة التي تسعى إلى رعاية مواطنيها وتقديم الخدمات اللازمة بحسب مسؤولياتها. حتى أنه ما في أي مسؤول إجا باتجاهنا، مش باتجاه الحملة، مندوب وزارة خارجية، حدا أبداً مش باتجاه الحملة حتى منقول هذه دعاية، ولا عبيت أي شخص من المخطوفين قال نحن حدكون أو نحن مفادين من رئيس الجمهورية. يعني نحن امبارح شفنا نواب نعملنا اعتصام سلمي وقعدنا وملتزمين نحن قرار السيد حسن والاستاذ نبيه، بس من الدولة رسميا ما حدا كلف حاله، يمكن لانه مش كتير قريب الانتخابات. في مقارنة بين اداء الحكومة الاستونية في ملف مخطوفيها والحكومة اللبنانية في ملف مخطوفيها، يتبدى الفارق شاسعا، فيصعب مثلا ان تعثر في الاعلام الاستوني او حتى العالمي على تصريحات لمسؤولين استونيين او لاهالي المخطوفين فيما خص قضيتهم، فيما لم تخلو شاشة محلية او عربية من عشرات التصريحات المنفعلة لاهالي المخطوفين اللبنانيين وللسياسيين اللبنانيين متهورين. الدولة تسعى تطلب أحيانا من ذوو الأشخاص، لا يمكنها أن تفرض هذا الشيء عليهم، فحرية التعبير هي حرية التعبير، ونحن ضد أي قيود على حرية التعبير، ولكن هذا الأمر يعني مرتبط باستراتيجية الدولة في طريقة التعامل مع هذه الحادثة، وخصوصا إذا كانت حادثة خطف. فيفترض أن تضع الدولة نفسها في موقع المسؤولية وتتعامل مع هذا الأمر بحذر شديد. وجزء من المحاذير التي يمكن أن تطلب الدولة أخذها هو عدم تصريح ذوي الأشخاص المعنيين بهذه العملية. أخيرا، يصح في الدولة قول الشاعر العربي دعبل الخزاعي مع قليل من التصريح.